من للخائف من آتيه يحاصره ليل وضباب من غده المجهول يفر إلى مجهول ذي أنياب ماضيه تلاشى كخيال حاضره دخان ويباب يحيا والدنيا متاهته لا يدري من أين الباب لا يعرف من أي طريق قلقا يمشي على الأعصاب خطوته الأولى في الشك وخطوته الأخرى ترتاب من إلاك يدله أعمى يتبع في الصحراء سراب يمشي ودليله في الدنيا عكاز أعرج وغراب في درب أولها وحل ومداها شوك وخراب من إلاك من يمنحه في فوضى الأسئلة جواب من إلاك يؤمن طفلا روعة عصر الإرهاب من إلاك يعين ضعيفا أرهقه الزمن الغلاب من إلاك يطمئن قلبا يرجف من قهر الأحباب من إلاك يضمد روحا تنزف أوجاعا وعذاب من للعبد الراجف خوفا من إذلالك يا تواب لصغار الليل الجوعى غير حقولك يا وهاب من للشاة ومن للمرعى من للغيمة والأعشاب من لطيور السجن الأسرى غير سمائك خلف الباب من للنهر ومن للمجرى من للغابة والحطاب من للدمعة في خشب المحراب من للمجروحين بسكين الأصحاب من للمشنوقين على حبل الأقراب من للحائر والمرتاب من للصادق في زمن الكذاب من للمخطئ ألقى ذنوبه بين يديك بلا أعذار ولا أسباب من للتائه أسئلة الدنيا تكتظ على شفتيه يريد جواب من للعاصي الخائف جاء إليك من للواقف خلف الباب من للذنب الرابض مثل الصخرة من فوق الأعتاب من إلاك الغفار التواب.